لو الحكاية فيها إن فيجو سياسة أخبار اليوم ما فيهاش واحد معين اتنين صح ثلاثة ايه؟ اتنين انت في الأخبار بقولك اتنين واتحداك اهو قلت اتحداك هو بيشتغل يعني معايير في الاخبار بيقول لي ثلاثة انا بقول اثنين قول لي مين الاثنين انا ومحمد عمر مؤسسة زي دار التحرير للطباعة والنشر بتطلع ثلاث جرايد ما فيهاش رسام واحد كاريكاتير معين الأغراض ما فيهاش غير رسام كاريكاتير واحد معين وهو ماهر البدر الأغراض دي كله متشقق يعني كله معين ايوه يا محمد مصيبه سودا وليه يبقى معين وليه يبقى معين وليه يبقى معين؟ ليه انت عايز ان يبقى الرسام معين؟ ليه اكبر غلط اكبر غلط في الصحافه المصريه حكايه تعيين الصحفيين؟ اكبر غلط بحترم وجهه نظرك يا استاذ ابراهيم انا ما بقول التعيين انا بتكلم ان مفيش اهتمام من الدوله لرسامين الكاريكاتير، رسام الكاريكاتير لما بيروح يشتغل بره في العالم العربي وانتوا اغلبكم راح يشتغل ملك ملك انا كنت بشتغل في عكاظ الصفحة الأولى يوميا بالألوان وكنت باخد هوبر قد كده. 55 سنة. المهم النهارده أنا بمنتهى السعادة بالتجربة حسن فؤاد والتجربة اللي عملها المركز جاليا واختار إن الزمن بيرجع نفسه لأن أنا شفت حاجة ما كنتش أحلم بيها ولا أتصورها ولما قالوا فيه معرض للستات قلت اي كلام اهبل يعني هو الستات بيجوا من وراهم ايه غير المصايب اي حد يقدر ينكر كله سكت النهارده انا حبيت الستات جدا ايوه لما شفت بجد جامد وانا دايما قاسي في رايي ما احبش ببقى قاسي في رايي عشان اللي اذا قلت له يكون بيشتغل اسمه وحش وانا اقول له برافو عليك هيمشي طول عمره بالشكل ده ولا هيتقدم ولا اتاخر اقول له كلمتين حلوين واجي على نقطه الضعف اللي عنده واروح ضمير بيستريح يا جماعه او يا ايها الساده مستوى البنات النهارده راقي يضرب رسوم الاولاد بالمعرفش ايه. بس ده برضك ما يمنعش ان في اولاد ممتازين. يعني في انا شفت رسمه دلوقتي لسه وانا داخل ايد والارض مين بتاعت مين؟ في افكار يا جماعه بس عايز حد ذوق عايز هقول لكم حاجه اخر كلام هقوله عارفين عايزين مين؟ عايزين حسن فؤاد تاني.